صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. لحظة ما اشوف امل فين. انت بتعمل ايه بره؟ مستنياك نشرب القهوة. لا لا، ده بتاعي. انا عامل لك بتاعك بوش. يا سلام، ايوه ميرسي ميرسي. انا قلت نشربها جوه، بس انت الاختيار بتاعك جميل. الواحد كده يشرب قهوته الصبح، يعني ايه؟ يا سلام يا سلام، وبالسلام يحلو الكلام. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائنا الكرام اينما كنتم. ما يفرقش معانا خالص. لايك لايك دلوقتي قبل ما ابدا كلامي. احنا النهارده يا جماعه رايحين مدينه كوتسوورد. المدينه ديت من اجمل مدن بريطانيا، اعملوا سيرش وانتوا تعرفوا. بتضم 14 قريه، مدينه ذات عراقه وجمال ومباني قديمه. انت لما تقول بريطانيا، هي دي الاماكن اللي احنا هنروحها النهارده، هي دي بريطانيا. احنا مش هنقدر ندخل كل القرى بما اننا احنا رايحين وراجعين في نفس اليوم، لكن انا هحاول ادخل اكبر عدد ممكن. فبدل ما انا اقعد اتكلم كتير، خلونا نطلع كلنا كده مع بعض نستكشف ونشوف القرى البريطانيه ديت اجمل ولا القرى اللي في بلادنا. وهيا بنا. اللي ما دخلش الحمام يدخل الحمام. حمامات في الطريق، مش عايزين نقف. يلا يا بيبرز. انا جاهز. انت جاهز؟ طيب يلا. حاطط في شنطتك ايه؟ كل السناكس اللي احنا هناكل، زي شيبسي، شوكولاتات، كوسون. ايه حكايتكم كلكم؟ عايزين نت؟ مش عايزين نعمل تعمل لعبه. عايزين نعمل تعمل لعبه. لا دلوقتي انتوا طالعين تتفسحوا، لعبه ايه؟ خليكم عشان تتفرجوا على الجو، الجو جميل جدا والله. لما نكون بورد عايز العب لعبه. مش هتكونوا بورد ابدا، احنا رايحين افري 30 مينتس هنقف بالعربيه وننزل ونشوف حاجات جميله جدا. تشتغل بالكهرباء، حطها في العربيه، نحط فيها الحاجه الساقعه بتاعتنا. لزوم الجو السخن النهارده جميل جدا في السفر، بينفع بجد. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أم حمزة راحت دلوقتي تشتري حاجات، يعني عصاير وبيبسي وشيبسيات وحاجات، يعني لزوم الخروج، لأن احنا ما نعرفش الأماكن اللي احنا رايحينها، المحلات تكون في أي مكان ولا لأ. غير دايما احنا واحنا بنسافر بنحب ناخد حاجتنا. ايه ما جبتوش تلج؟ افضل ما جبتوش تلج ابدا، ما فيش ولا تلج. طب يلا يلا حطوا الحاجات في الخلص. هاتوا اللي الروبي كون اهم حاجه. لا لا واخيرا تحركنا. الساعه دلوقتي تقريبا 12 الظهر، ودي حاجه مش كويسه. المفروض كنا نطلع بدري شويه تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل معانا في السكه. مش قلت لكم لازم نطلع بدري؟ يعني ناس العربية تملي الدخان من جوه. ابعد يا حمزة لو سمحت. هذه العربية تعطلت بينا، والمشكلة انها وقفت في مكان ما فيهوش هارد شولدر. ربنا يستر. شايف الدخان؟ تقريبا فضلنا نص ساعة متعطلين. ايه يسرى؟ خايفة. خايفة؟ احنا محظوظين محظوظين. انا طبعا مش فاهم حاجة في العربية، فاضطريت اتصل بالراجل اللي اشتريت منه العربية. قاعد يشرح لي. جزا الله خير. طيب لحظة بس افتح البوني. ايوه. قاعد يشرح لي اعمل ايه. جزا الله خير. المهم الحمد لله العربية اشتغلت بدون دخان المرة دي، وكملنا طريقنا. واخيرا وصلنا. هنا يا جماعة احنا في قرية من القرى الريفية في بريطانيا. القرى هنا مختلفة تماما عن القرى العربية في بلادنا. هنا القرى بتلاقيها هادية ونظيفة جدا، والجميل في القرى هنا ان هي بالتراث القديم بتاعها. يعني هنا البيوت من اكتر من 300 سنة، يعني البيوت قديمة جدا جدا، من اكتر من 300 سنة ولسه زي ما هي، بس بيعملوها ترميم بسيط جدا. اما القلعة دي بقى فبتفكرني بالقلاع اللي كانت في مسلسل ارطغرل. ايوه ايوه صح. اكيد هنا قاعد هنا نيان. شايفي انس؟ شايفي انس دخلت البيت ده عامل ازاي؟ شايفي انس؟ جميل جدا. الله، تحس ان هو ايام زمان بتاع الافلام الاجنبية. ايه رأيك يا حمزة؟ بيوت كده كول كوزي كده، في هدوء نفسي هنا في المدينه دي يا جماعه. جميله هاديه، حتى الناس هنا تحس ان هم لسه من ايام الستينات والخمسينات. شايفين يا جماعه البيوت هنا بجد المنظر يعني خدتش؟ عريق، في نوع من العراقه في الموضوع. لا يعني تحفه. ايه رايك يا حبيبه في البيوت هنا يا حبيبه؟ جميله جدا، كبيره وقديمه، فينتج. هلو هلو، يا فور ذا فيرست تايم. Yeah. From Birmingham. Oh, how lovely. Yeah. We will go now. Yeah, it's really nice. Yeah. Thank you. Blackjack. So you can get any kind of sweets.
ثانك يو. يو تو. ست بتقول لك في محل سويت شوب. هي حبيبه يا اسطى يا اسطى لينا احنا. انا هشتري المحل كله. قولي يا اسطى ايه رايك في الـ في الـ هنا في التاون دي في القريه دي؟ رهيبه و بيس يعني وكمان يعني شكلها حلو. شكرا عشان خليتنا نروح هنا. Swimming pool guys let's go. طب يا انس هنا حمام سباحه على فكره. المدينه هنا عدد سكانها 18,000 ودي كانت تعتبر تاني اكبر مدينه في العهد الروماني زمان على مستوى بريطانيا. دي كانت تعتبر تاني اكبر مدينه من حيث عدد السكان. المدينه اللي هي اسمها سايرن سيستر اللي احنا فيها دلوقتي دي عاصمه كوتس اولد ودي تعتبر مدينه رقم واحد في مجموعه القرى اللي هي التابعه لكوتس اولد. المنطقه هنا جميله. انا انصح بيكم ان انتوا تيجوا يا جماعه. انصحكم تيجوا انتوا واسركم وتتمشوا يعني بالذات للناس اللي بتحب الطبيعه والحاجات الكلاسيك القديم والمباني القديمه العريقه اللي هي اللي هي تاريخيه. اللي بيحب التاريخ ايوه اللي بيحب التاريخ هو ده مكانه. سايرن سيستر دي المنطقه دي العاصمه بتاعت كوتس اود. بسم الله. هنا الازقه صغيره جدا والمداخل شايفين ده مدخل كده وسط البيوت. بيقول لك ده هياخدك شارع سليمنت ووك بيت زنجة هي دي الزنجة بقى. فين تعال اطلع. اوه شكلها جميل. ده كده مداخل بيوت يا جماعه. الله الله. This is private. This is a private. Really? Yeah, this is a private area guys. شوفوا يا جماعه دي مداخل بيوت عاديه يعني دول ناس عاديين ساكنين هنا. بس انا والله بس هي المدينه بتاعتهم مدينه سياحيه على فكره. انا حسيت ان هي جاردن يعني. ايوه لا. It's a private. الله طب ما تيجي نروح ناحيه ست سنتر. انا بس عاجبني الشارع خلينا نتمشى يا امل. شوفي والله ان كل الشوارع كده. شوفي انا يعني انا اصلا مش عايز اروح ناحيه ست سنتر. انا عجباني الشوارع اللي اشوفه. شوفوا بالله عليكم دي كنيسه. ها شوفي كنيسة. القعده اللي بره دي شايف بس باين عليها مهجوره. عارف ليه؟ عشان العنكبوت. شايفين برايفت جاردن يعني لمسات كده يعني بجد مديلك ايحاء جميل يعني. ماما بيبرز ومن احسن. ازيك اخبار الجو ايه معاك النهارده يا باشا؟ الحمد لله. شايفين الابواب الخشب حلو قوي. انا بحب الابواب الخشب على فكره. بحب البيت لما يكون ابوابه بابه خشب بيديني كده نوع من الفخامه. انا اصلا المفروض اروح سيتي سنتر بس انا دخلت وسط البيوت عشان اصور لكم. هو ده انا كده دلوقتي حاسس ان انا في بريطانيا. هي دي بريطانيا. دي بريطانيا الاصل. دي كانت أيوة. دي كانت تاني مدينه على مستوى بريطانيا ايام العهد الروماني ودلوقتي اللي ساكنين فيها 18,000 بس فتلاقي كده الحته كوايت وكل واحد في بيته وقافل على نفسه يطلع من بيته يعني كل حاجه حواليهم يعني في نوع من السكينه الغير عادي في وتقريبا المنطقة. تقريبا والله اعلم احنا العيله الوحيده في القريه كلها اللي عامله دوشه. والله الست قاعده هناك عماله تبص علينا احنا ماشيين في الشارع عاملين هايلا مهرجان. اي حد يقابلنا يقول لهم انتوا اول مره تيجوا فنقول لهم ايوه. لكن بجد انصحكم تيجوا هنا. منطقه جميله. لا حلو قوي. جايز تعالوا يلا 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 ورا نرجع تاني. شوفي اهو الراجل قفل الباب عشان صوتنا عالي. لا ده بيفتحه. لا انا بحب قوي الابواب الخشب على فكره. حلو. مش عارفه ليه احساس حاسس ان احنا عايزين ترابيزه وكرسيين. والله وكوبايه قهوه. ايوه والله. لا والناس هنا تحس ان هي الستايل القديم كده. يلا يا انس نخبط على بيت من البيوت دي يا انس وندخل ونشوف حياه الانجليز عايشين ازاي. يلا فرصه. انا عايزه بيت من البيوت اللي هنا. ماشي لو سمحت اشتري لك البيت ده خلاص اعتبريه ملكك. يا عم انا راضيه باسبوع. الله تعالى يا انس تعالى بص ايه النبي صور يعني شايف في تفاصيل كده جميله يعني. قرب بص الله يعني مش عارفه اقول لك ايه بجد حلوه قوي. يا سلام ايه رايكم؟ احنا قريبين من السيتي سنتر. البيت ده اسمه لاف داي هاوس. يعني اشتريه لي بقى. يعني حتى اسماء البيوت هنا رومانسيه كلها لاف. ايوه. الله يعني حتى الشوبس بتاعتهم شكلها حلو. هلو شم الريحه.
شم ريحة الخشب. Hello. We just looking. Of course. Thank you. Thank you very much. يعني حاجات كده تحس ان كلها فينتج. ايوه دول بتوع انتيريور ديزاينر يعني دول. كأنهم في دول دي هنا بتصمم لك يعني انت بتيجي تقول لها بيتي مقاساته كذا وتدي لك الوان الكاربت. لا والله تعمل لك كاربت تعمل لك فلورينج خد بالك ارضيات خشب زائد الاكسسوارات برضو. لا جميل. شايفه هنا هنا بتيجي تختاري شايفه كتالوج. تيجي تختاري نوع الستاير نوع الله شايفين نوع الفرش بتاع الكنب ذلك شايفه تعالي من الناحيه دي ده في القريه. شوفي يعني تقول لك لو ده مثلا هيكون شكله عامل ازاي تدي لك صور حتى بالصور وبالماتيريال بتاع القماش. بالماتيريال. How much is this chair? 2500. We have designed it and we've chosen the fabric. Okay. And it takes 13 meters of fabric. So that is why the price is quite a high end. Yeah. Yes. And it's been made by traditional upholsterers. Oh. That's so why. It's not glue and nails. It's handmade? Yes, handmade. Okay. Yeah. ازاي متعلقه في الهواء دي؟ ريلي واو ماجنتيك وريني كده. يعني متعلقه في الهواء مش مربوطه. كليفر يا ماجيك. شايفين يا جماعه تحفه والله يا انس المحل شكله سو كيوت. احنا دخلنا على طول المحل المسويدة والبتاع ده والست محترمه والله هنا ناس محترمين جدا. حاسبوا فيها عربيه يا جماعه. الست هنا قالت انه احنا عشان كده بنقول للناس ما حدش يلمس. مؤدبه جدا مؤدبه والله. والله وعلى فكره انا عشان كده برضه احنا ما بخرجش من البيت عشان عيالي. احنا اول ما دخلنا المس البتاع فوقعنا الورقه اللي مكتوب عليها دون تاتش فما خدناش بالنا وقعدنا بقى نلمس. لكن والله انا مبسوط وسعيد. تعالوا بقى اخدكم على السيتي سنتر. حاجات هنا يا حمزه طبعا هنا الكنائس في بريطانيا مغلقه من الاخر. يا انس تعالى. الصابونه اهو بتاعنا البني هنا ابيض بس. الصابونه عندنا بما يعادل 5 بنس هنا تلاقيها ب 50 جنيه استرليني. والله انت تحس ان انت داخل هنا خان الخليج. ايوه تعالى. ايوه والله جميل جدا فعلا. تحس ان انت في وسط البلد. ندخل الناحيه دي نمشي كده ونرجع تاني. المنطقه جميله جدا. المنطقه يعني ممكن الواحد يجيها بالعائله. في محلات في كافيهات كتير في مطاعم في بقى محلات البلد العاديه الجروسريز. في على فكره مش بعيد من هنا برضو ليدل وازدا وكده يعني مدينه زي اي مدينه بس مدينه بقى بالطراز الانجليزي الاصلي. انت هنا ماشي في بريطانيا. عندنا في برمنغهام بيكون ماشيين في باكستان ماشيين في مصر ماشيين كده يعني مش ماشيين في بريطانيا. هنا انا دلوقتي من 15 سنة أول مرة أحس إن أنا عايش في بريطانيا لما جيت المدينة دي. حسب العربية. هي دي بوابة القصر الكبير ده المطل على وسط البلد. يلا أنا سأدخل السجن. شايف يا أنس حتى الحضانة هنا تحس إن هي كده قديمة جدا. أيوه. شايف. يعني دي بتشتغل شغالة. طبعا شغالة. الله حلوة أوي. أهو. يسرا تروح الحضانة هنا؟ يعني يا جماعه اللي يجي هنا الـ القريه دي لازم يعدي على المحل ده. شايفه انا الشبابيك زمان. جميله. هو ده اسم المكان. شايف يا جماعه والله ده احلى شوب انتوا ممكن تدخلوه. بس على فكره المكان ده شكله كده بتاع الكبار في السن. لا او مش بتاع اطفال. كل الناس اللي قاعده كبار. لا بس انت لو تلاحظ المدينه كلها ناس كبار في السن. شايف المحل الصغير ده ناس راقيين جدا جدا صراحه بس جميل جدا. وده خبز بالثوم بقى والحاجات دي. شايف يا انس القطعه ب 5 جنيه ونص. قطعه الفطيره بس بصراحه شكلها مغري ده عشان الناس اللي معاها كلاب حابه تيجي تقعدهم في الشوب بتاعهم. تيجي هنا وتقعد مع كل واحد معاه كلبه مبسوط يعني انت وكلبك هتمزجوا النار. هي ليه الهليكوبتر طالعه؟ هو في كرايم هنا كمان؟ شكل الناس كده تحس ان هنا توريس هليكوبتر.
دي مركبة بتخلي الناس تشوفوا around the whole city. يعني دي سياحية، هليكوبتر سياحية. شوف احنا نطلع الدرون بتاعنا صح؟ مش عاوزين. شايفة انس الناس العواجيز دي؟ والله لجبة شكلهم كيوت قوي. انس الحتة دي بتفكرك بايه؟ استنى بس العيال. هولندا شطورة. هولندا هتلاقي الفلوج يا جماعة بتاع بولندا موجود في والله شبهها بالظبط. شبهها فعلا بالذات المحلات دي والبيوت الالوان. ده اسمه ماركت سكوير، ده اسمه ماركت سكوير. في كل مدينة في بريطانيا بيبقى فيه كده مربع من المحلات، سكوير من المحلات، وبيبقى اسمه ماركت سكوير، وده الماركت سكوير بتاع كوتس اود. الفرق بين برمنجهام وبين هنا ان هنا كلهم انجليز. 95% 98%. لا احنا برمنجهام دي دي دولة عربية، دي مصر على فكرة. قليلين جدا. مصر، باكستان، صومال، ايوه بس مش بريطانيا. شجرة عنب. لا والله. والله العظيم يعني ده ورق عنب. ورق عنب بجد. يعني بجد؟ طالع ازاي؟ طب ما تيجي انس نشتري انس ناخد نقطع يعني. ناخد ايه؟ ده مدخل البيت، نهارك مش فايد، ده مدخل البيت. ده ورق طازة طازة. عالي الله. الست الناس هعمل لك حلة، نو نو نو. والله مش بلاقيه طازة. عالي الناس عمالة تبص هناك اهي. مش ليه دعوة احنا مش طازة. تعالي هجيب لك بخمسة جنيه برطمان تعالي. طازة. يا لهوي طازة اهو قد ايه؟ عايزة كل عنب. الله يا انس والله العظيم ريحتها ورق عنب. طبعا احنا دلوقتي قاعدين في الحديقة دي، أكبر حديقة في سايرن سيستر، اسمها سايرن سيستر بارك. ودي كانت حديقة يا جماعة زمان كانوا بيربوا فيها الغزلان. يعني دي كانت حديقة الغزلان، الغزالة، عارفة الغزالة؟ دي كانت حديقة الغزالات. لما جت الورد وول 1 قلبوا الحديقة دي وخلوها فيها الجيش الأرمي عشان يحاربوا منها ويتعالجوا فيها. كان فيها مستشفى هنا يا جماعة على فكرة. فالغزلان كلها طارت ودخلت القرى. يعني مش بعيد واحنا ماشيين بين القرى دلوقتي تنط علينا غزالة تقول لنا مساء الخير. لو في الطريق تلاقي في لوحة بتقول احترس ان هنا في منطقة غزلان ممكن غزالة تعدي قدام العربية. تمس علينا برضو. ما تيجي نمسكها ونسويها. انت اسكتي، دي انت فضيحة، ده انت كنت هتفضحينا. انا اهو بص محل بص بص دي ماشية وسط البيوت لقت الراجل مزين بيته بشجرة عنب مسكت فيها وعايزة تطبخ. ايوه والله ورقة العنب خدتها معايا البيت ومش مسامحاك. احنا اول مرة شم ريحة ورق عنب من 10 سنين. احنا بنعشق المصري، احنا كمصريين بنعشق الورق العنب. فدي بقى لسه بعقلية مصر ما قالت والله ما افوت الحتة دي وافتخر. ايوه يا ستي انت هنا في بريطانيا وافتخر. ايوه حدش ليه دعوه بمصر. مصر يا جماعة انا شفتك والله شفتك، انا ليه عيني هنا. ماما الراجل بتاع البيت جاي. اجري اجري يا لولو. شايفين الاجواء في البارك جميله ازاي؟ بيقولوا الشجر دوت من على اليمين والشمال ده شجر كاستناء. يعني انس احنا ممكن نلاقي وناخد، ممكن تلاقي وتاخدي، ولو عندك شوايه ممكن تقعدي تشوي. المهم الواحد عايز يستفيد من ام الرحله دي. والله يا جماعه افتكرت اني هقدر احط لكم كل الفوتجز في فلوج واحد، بس صعب لان الرحله طويله وحلاوتها في تفاصيلها. انتظرونا الايام القادمه هننزل لكم باقي فيديوهات الرحله من باقي القرى وخاصه كوبري العشاء وأقدم صيدلية في بريطانيا وأفضل الأماكن الإنستجراميين بيحبوا يزوروها عشان ياخدوا صور عالمية من هناك. فنشوف وشكم بخير وبالسلام يحلو الختام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.